بعد قرابة 4 سنوات من إخراج ميليشيا الحوثي من محافظة الضالع، عاد الحوثيون للمحافظة. سقطت مديرية الحشا وبدأت الميليشيا هجماتها على مديرية الأزارق وسط المحافظة، وهو الأمر الذي يكاد يتكرر في الجهة الأخرى في محافظة البيضاء. أهلا بكم إلى فضاء حر. بقيت المناطق الشمالية من محافظة الضالع ومناطق البيضاء تواجه الحوثيين لمدة 4 أعوام بإمكانات ذاتية بعيدا عن أي دعم حقيقي. وحين وجه الحوثيون قوتهم إلى هاتين المنطقتين سقطت مساحات واسعة بأيديهم، وهو ما وضع الحوثيين على تخوم المحافظات الجنوبية التي ظل البعض يظن طوال الفترة الماضية أنها صارت بعيدا عن هذه الحرب، وصار بإمكانها تقرير مصيرها بعيدا عن كل ما يحدث في البلد، وإن بعض الظن إثم. على مواقع التواصل الاجتماعي تبادل أنصار الأطراف المعنية الاتهامات حول مسؤولية هذه التطورات، أرجع البعض هذا التقدم الحوثي إلى صفقات سياسية بين هذا الطرف وذاك مع جماعة الحوثي. ونحن نتساءل، ما هي أسباب تقدم ميليشيا الحوثي باتجاه المحافظات الجنوبية؟ هل هناك صفقة سياسية بين الحوثيين وبين الشرعية أو المجلس الانتقالي فعلا؟ وما هو ثمن هذه الصفقة؟ وما هي تداعيات مثل هذا التطور؟ للنقاش سيكون معنا من لوزان القيادي السابق في حزب المؤتمر ياسر اليماني، ومن نيويورك الناشط أحمد الصالح. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد الصالح. إذا الحوثي يعود مجددا إلى تخوم المحافظات الجنوبية، ما هو السبب برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وتحية لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين الكرام. وفي البداية أحب أن أبارك للجميع بقدوم شهر رمضان المبارك، أتمنى أن يعم الخير والسلام على الجميع. في الحقيقة أن عودة الحوثي مرة أخرى إلى تخوم المناطق الجنوبية لم تكن مفاجئة فعليا، بناء على سير المعارك، بناء على الوضع السياسي، بناء على المبادرات التي حاصلة، بناء على تقدم الجبهات التي كانت من 3 سنوات خاملة كان متوقع عودته. الجنوب بالمناسبة يعني نستطيع أن نقول بأنه جاهز لأي معركة من أي نوع مع الحوثيين، فقد سبقوا أن واجههم في أوج قوتهم وفي عظمة غرورهم وكبريائهم. لم يتغير شيء، لا زال أبناء الجنوب هم، ولا زالت الأرض الجنوبية يعني تنتج وتنجب الأبناء المجاهدين المقاتلين الأشاوس. وبالتالي نحن فقط تساؤلنا، هل فعلا هذه الحرب كانت ضد الحوثي؟ بما أنه أتيحت فرص كبيرة جدا للقضاء على الحوثي وإنهاء مشروعه وإقامة دولة كما يزعم البعض، لكن للأسف الشديد أنا أتحدث على الدولة اليمنية التي يتحدثون عنها في صنعاء. وبالتالي نحن أمام معضلة كبيرة جدا. هناك، أنا لا أحب أن أؤمن بنظرية المؤامرات، لكنني أرى فعليا بأن هناك أطراف تتجاهل، وإن لم تضع يدها بيد الحوثي هي تحاول أن تعطيه مساحة كبيرة جدا وتغيب الجبهات التي كان يفترض بها مواجهة الحوثي. ولك أكبر دليل في جبهة نهم، أكثر من 3 سنوات إلى اليوم لم نسمع لها صوت ولا طلقة رصاص ولا خبر ولا نعلم ما الذي يحصل هناك، مع العلم بأنهم قد قيدوا أكثر من 400,000. دعني أقول لك بأنه وبوضوح تام في الحقيقة بأن كل الأطراف تتحمل المسؤولية، على رأسها التحالف والشرعية والقوى السياسية. الخلافات التي حاصلت بين القوى السياسية بين الأحزاب هي تحمل مسؤولية الجميع في الحقيقة، لا ننكر ذلك إطلاقا. التحالف أعطى فرصة كبيرة جدا ودعم كل الجبهات وأعطى كل ما يمكن لحسم المعركة، لكنه اكتشف في مرحلة مؤخرا بأنه ليس هذا ما يكفي لأنهاء المعركة، لأن هناك أطراف داخل الشرعية وتقف في صف التحالف، تدعي بأنها تقف في صف التحالف وهي تستفيد من هذه الحرب. أنا أزعم بأن هناك الكثير من رموز الشرعية وخصوصا العسكريين الذين في الجبهات يصلون ويدعون الله ألا تنتهي هذه الحرب، لأنها شكلت لهم بالنسبة مبدأ ثراء حقيقي لهم ولأبنائهم ولأقاربهم. وبالتالي ما الذي يجعلهم يحسمون هذه المعركة؟ أعتقد بأن هناك خلل كبير جدا بين الشرعية وبين التحالف، بين الشرعية وبين القوى الأخرى، بين التحالف وبين مخرجات الحرب في الجنوب أو في الوسط أو في الشمال أو في غيرها. وبالتالي يجب من هناك من إيجاد عاصفة حزم تصحيحية
لكل المسارات بما في ذلك الشرعية من أعلى هرم فيها من رئاسة الجمهورية إلى أصغر موظف. طيب تفضل بالبقاء معي، أطرح ذات السؤال المشترك لضيفي الآخر من لوزان القيادي السابق في حزب المؤتمر السيد ياسر اليماني. سيد اليماني أهلا بك. بطبيعة الحال الحوثي يعود مجددا إلى تخوم المحافظات الجنوبية، ما هو السبب برأيك؟ أولا أسعد الله مساءك أخي الكريم، وأسعد الله مساء الأخ العزيز الأستاذ أحمد الصالح وكل المشاهدين الكرام. يا سيدي هذا حدث متوقع، ما يحصل اليوم في العديد من الجبهات سواء في البيضاء أو من فوضى في محافظة تعز أو ما يحصل الآن في الضالع، هناك أهداف خفية لم يعلن عنها التحالف. التحالف للأسف الشديد لم يأتي لأجل اليمن ولم يأتي لأجل اليمنيين ولم يأتي أساسا لعودة الشرعية أو لعودة الرئيس سعد، والدليل أن هذه المحافظات المحررة على مدار 4 أعوام لم يستطع الرئيس العودة لممارسة مهامه كرئيس للجمهورية اليمنية إلى عدن، لم تستطيع الحكومة ممارسة مهامها داخل المحافظات المحررة منها عدن ولاحق وحضرموت وشبوة وكثير من المحافظات منعت الشرعية من قبل دولة الإمارات التي ترفض عودة الرئيس، ترفض عودة الدولة وتريد ملشنة الدولة. اليوم دعني أقول صريحا معك ومع المشاهد الكريم، إنما يدير هذه العمليات سواء في الضالع أو في تعز دولة الإمارات التي لا تريد دولة ولا تريد رئيس ولا تريد شرعية ولا تريد حكومة ولا تريد جيش وطني ولا تريد شيء في البلد. لذلك يجب أن تتحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية التاريخية، هي المسؤولة المباشرة عن كل ما يحصل في اليمن وما يحصل اليوم في الضالع. ربما يكون هناك سيناريو ما يحصل في جنوب لبنان من تنسيق سابق، ربما يكون هناك تبادل أدوار بين الميليشيات الحوثية وبين مجلس الإمارات بما يزعم بهاني بن بريك وعيدروس الزبيدي لإسقاط الشرعية نهائيا. ربما هذا السيناريو لإسقاط الرئيس، لإسقاط الشرعية، لإسقاط الحكومة، وأنا لا أستبعد أن يكون هذا السيناريو الأرجح لإسقاط الرئيس، وهناك صفقة ربما تكون سياسية للإطاحة بالحكومة، للإطاحة بالشرعية، لأنها غير متواجدة على أراضي المحافظات المحررة، وبالتالي سيظهر علينا بعض السياسيين يقول له إن هذه الشرعية فاشلة. الشرعية ليس فاشلة، لم تعطى الشرعية صلاحياتها كدولة موجودة على الأراضي المحررة، وبالتالي لا يجب أن نحمل لا الرئيس ولا الحكومة ولا نحمل أي طرف من الأطراف اللي موجودة مع الشرعية. الشرعية مغيدة، التحالف لا يريد تقدم لا في نهم ولا يريد تقدم في البيضاء ولا يريد تحرير تعز ولا يريد شيء. التحالف يريد اليمن أن تظل في حروب إلى 30-40 سنة قادمة، والدماء كلها يمنية والأرواح يمنية وأراضينا تحتل وموانئنا تحتل وكل شيء داخل اليمن معطل بسبب أهداف لم يعلن عنها التحالف ولم تعلن عنها المملكة العربية السعودية. طيب ما رأيك سيد الصالح في ذلك، فيما يقوله السيد اليماني؟ يعني أنتم تتفقان فيما يتعلق بأن التقدم ميليشيات الحوثي في مناطق الضالع وفي الحوشة تحديدا ووصولها إلى الأزارق وكذا في البيضاء هذا أمر متوقع كان، لكن يبدو أنكم تختلفون في الأسباب. يتحدث السيد اليماني عن تقييد للشرعية من قبل التحالف بالتحديد الإمارات، وأن التحالف يريد أن تظل اليمن بالحرب وليست مشكلة حتى لمدة 40 عام. كل شخص له قراءته في الحقيقة، لكن دعني أقول لك بوضوح أنه إذا كانت الشرعية فعلا مقيدة لماذا لا يتحدث رموزها أو مسؤوليها؟ أنا أعتقد بأن التحالف ليس شرطي يعني ينفذ أوامر الشرعية أو موظف معها، هناك مصالح. نحن نجزم تماما بأن التحالف لديه مصالح، التحالف لديه قراءات مختلفة، وبالتالي هو ليس جندي مجند مع الشرعية لخدمتها أو تنفيذ أوامرها. لكن إذا كان كلام الأستاذ من سويسرا صحيح، لماذا لم يتحدث أحد من رموز الشرعية؟ هل الشرعية لا تستطيع أن تتحدث؟ ألم يتحدث يعني الجبواني وكذلك جباري عن إشكالات في العلاقة مع التحالف وعن دور وعن عرقلة ميليشيات متواجدة على الأرض تتبع أو توالي الإمارات عن ذلك؟ تحدث كثيرا عن هذه النقاط. سيدي هذا من باب النقد، أما من باب الحديث الرسمي والسياسي الحقيقي لم نسمع أي تصريح من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الحكومة بشكل رسمي. أما التصريحات الفردية يطلقها كل أحد باستطاعته أن يطلقها. إن كان هناك أنا شخصيا في الحقيقة لا أرغب في استمرار الحرب هذه استمرت أكثر مما ينبغي،
ويجب على الشعب في الشمال وفي الجنوب أن يدرك بأن هذا الوضع وضع غير طبيعي تماما. يجب علينا أن نرفض استمرار الحرب إلى ما لا نهاية. يجب على الجميع أن يرفض هذه الحالة، هذه حالة غير طبيعية. اليوم نحن 4 سنوات، إذا استمر الحال 4 سنوات أخرى سيظهر لنا جيل ولد وتربى ودرس في الحرب، وهذه كارثة. يجب علينا أن نكون أكثر وضوحا مع شركائنا سواء في الشرعية أو في التحالف أو نحن الجنوبيين في مناطقنا وما نؤمن به من قضية. يجب أن نكون أكثر وضوحا وبصوت عالي، هذه الحرب يجب أن تقف أو تحسم. أما أن تستمر بدون أفق وبدون رؤية حقيقية فهذا خطأ. لكن دعني أقول أنه تحميل التحالف وحده الخطأ دون حديث عن الأطراف الأخرى هذا أمر غير مقبول أبدا. طيب حدثني عن الأطراف الأخرى هذا السيد الصالح، حدثني، لأن هناك ناشطين جنوبيين يتحدثون أن سبب سقوط المناطق الشمالية في محافظة الضالع كذلك في البيضاء هو يعني وصول الحوثيين إلى تخوم إب وعفوا أبين والضالع، ليس سوى صفقة بين أطراف معينة وبين الحوثيين للعودة إلى المحافظات الجنوبية، ليدخل الحوثيون المحافظات الجنوبية ويجتاحوها كما كانوا يعني يحاولون أو كما فعلوا بشكل أو بآخر في 2015. على أي أساس يؤخذ هذا المنطق؟ دعني أقول لك، من يؤمن بنظرية المؤامرة سيظل يعيش فيها. الجنوبيين لن يسمحون مرة أخرى لعودة الحوثي ولو حصل ما حصل مهما كان، سواء هذا كان بالتفاهم مع التحالف أو مع الشرعية أو مع أي طرف. هذا كلام يجب أن يكون واضح. نعم قد يكون هناك تفاهمات بين قوى سياسية داخل الشرعية مثل حزب الإصلاح الذي يسيطر على نصف تعز والحوثي يسيطر على النصف الآخر، ومع ذلك لم تحدث أي معركة بين الحوثيين والإصلاحيين في تعز، كل المعارك داخلية بين السلفيين وبين الجيش وبين الإصلاح، وهذا أمر واضح للجميع، تراه اليوم وأمس والأسبوع الماضي، هذه كارثة. أما الجنوب هذه مسخرة عندما نتحدث بأن هناك تفاهمات بين المجلس الانتقالي وبين الحوثيين للعودة مرة أخرى إلى الجنوب، هذا أمر لن يقبل به عاقل وغير وارد إطلاقا. جيوشنا وشبابنا وجنودنا جنود مجندة على الحدود سواء في البيضاء أو في أطراف الضالع الجنوبية، وبالتالي سيقاتلون. نحن أرسلنا جنود بالمناسبة إلى جبهات أخرى في عمق الشمال في صعدة وفي الساحل الغربي، فليس من المنطق تماما بأن ندخل الحوثي مرة أخرى، هذا أبث. لكن نحن نجزم بأن نرى بأعيننا المجردة بأن هناك تفاهمات حقيقية بين قوى سياسية في الشرعية وعلى رأسها حزب الإصلاح وبعض القوى العسكرية مثل علي محسن الأحمر والمقدشي بأن هناك تفاهمات، نعم. والدليل على ذلك بأن جبهات البيضاء لم تدعم بسلاح ولا بذخائر ولا بأموال ولا بتغطية إعلامية. ماذا تريد أكثر وضوح من ذلك يا سيدي العزيز؟ لماذا تم تخطيط الجبهات القتالية في نهم وفي صرواح وفي 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 قرب مأرب؟ هناك أسئلة كبيرة جدا يجب الإجابة عليها، ونحن نرى بوضوح تام بأن هناك تفاهمات. نحن نرى، وأنا ذكرت قبل أيام بأنه الزهود، أنا بصراحة أؤمن في الحقيقة بالحق المذهبي لأي أحد بما أنه يحترم الآخرين، لكنني أرى بوضوح بأن الزهود داخل الشرعية والزيود الحوثيين يتفقون على أبناء المناطق الوسطى الضالع الضالع الشمالية والبيضاء وجزء من إب، وهذا أمر يجب علينا أن نرفضه تماما ونقوله بصوت عالي. نحن لا نقبل بالحقيقة أن تستمر هذه الحرب لأجل مصالح تلك الجنرالات وهؤلاء القادة. لا يوجد، لن يسمح الجنوبيين، دعني أقول لك بوضوح، سواء المجلس الانتقالي أو أي قوى جنوبية في المقاومة لعودة الحوثيين مرة أخرى، وهذا بالنسبة للخط الأحمر. لكن هل المعركة سهلة؟ لا، ليست سهلة، سوف يكون هناك تحديات ودماء ومواجهة، والكرة في ملعب التحالف، يجب عليه أن يكون أكثر وضوحا. الموضوع أن التحالف يطلق بطائرة يعني طلقة هنا وطلقة هناك لا يكفي، يجب أن يكون هناك قرار سياسي، يجب أن يكون هناك خطط استراتيجية للمعركة على الأرض ميدانيا. غير هذا نحن نتحدث عن عبث، عن فوضى وعن حرب استنزاف طويلة جدا لسنوات طويلة. سيد اليماني، ما رأيك؟ والله يا سيدي الأمور أصبحت واضحة للعيان، الأمور أصبحت واضحة للقريب وللبعيد، لكل أبناء اليمن. ما الذي يدور في اليمن على مدار 5 أعوام؟ نحن اليوم دخلنا في العام الخامس من هذه الحرب. ماذا قدمت هذه الحرب؟ جبهات نهم، جبهات صرواح كما تحدث الأخ العزيز أحمد الصالح. يجب أن يدرك الأخ أحمد الصالح وكثيرين من الإعلاميين الذين يتهموا سواء حزب الإصلاح أو الجيش الوطني أو يتهموا الشرعية أو يتهموا الرئيس هادي، إن لا قرار لهم في أي تقدم. حاول التقدم الجيش الوطني وقصف من قبل طائران التحالف في أكثر من قارة، قتلت يعني قيادات، دمرت ألوية، دمرت يعني خير شبابنا من اليمنيين الذين ذهبوا للتقدم
قصفهم التحالف بذريعة أنه لم يصدر أي توجيهات لأي تقدم، ويأتي البعض يتحدث يطالب بفتح هذه الجبهات. هذه الجبهات منعت من أي تقدم، كان بالإمكان أن تحسم هذه المعارك خلال أشهر قليلة، لكن للأسف التحالف لا يريد للحرب هذه تنتهي. التحالف لديه مشروع في اليمن، لديه مشروع في مد الأنبوب في محافظة المهرة، لديه مشروع في جزيرة سقطرى، كما تابعنا الإمارات يعني تدعي بأحقية هذه الجزيرة وتحاول لهم تكنيس يعني كثير من أبناء محافظة سقطرى. ونأتي نتحدث نتهم الشرعية، الشرعية لم تستطيع أن تعقد عقد اجتماع مجلس النواب اليمني في محافظة عدن، منعت من قبل دولة الإمارات، الرئيس منعت طائرته من العودة إلى عدن، الحكومة منعت من مزاولة مهامها في عدن، منعوا كثير من الوزراء من أبناء المحافظات الشمالية. ونأتي نحمل المسؤولية الرئيس أو نحمل الحكومة. اليوم الحكومة للأسف الشديد والرئيس لا يمتلكوا أي قرار، كل من يمتلك القرار هو بصريح العبارة المملكة العربية السعودية لا تريد لهذه الحرب أن تنتهي. وإلا لماذا سمحت يعني بالفوضى الحاصلة في تعز؟ لماذا تسمح اليوم بإسقاط مدن في محافظة البيضاء؟ لماذا تسمح بسقوط في محافظة الضالع وغيرها من المدن؟ لا يريدون الحرب هذه تنتهي، لا يريدون للشعب اليمني أن يرتاح. الشعب اليمني تعب 4 أعوام، والشعب اليمني نصف الشعب بدون رواتب، الشعب وصل إلى مرحلة يعني أهلك فيها، الشعب شرد. لكن إلى متى ستطلع يعني هذه الحرب؟ سيد الصالح طرح نقاط مهمة، وهي مسألة عدم تحرك الجبهات في المناطق الشمالية، وهناك كثيرون ممن يطرحون حتى من يعني من المحللين السياسيين والمتابعين للشأن اليمني من دول التحالف يقولون في الأخير التحالف مد الجيش اليمني بأسلحة، مدهم بقوات ومدهم لوجستيا أيضا، لكن لم تتحرك هذه الجبهات. أين الجيش في نهم؟ أينه في بقية الجبهات أيضا؟ أنا أتحدى أمامك الآن، أينه في تعز كما قال السيد صالح؟ تسمعني؟ نعم تفضل. أنا أقول لك أتحدى التحالف أن يصدر بيان أنه وجه للجيش الوطني في محافظة مأرب أو في صرواح أو في نهم أو في البيضاء أن يتحركوا ورفضوا التحرك. أنا أتحدث إليك من منطلق مسؤولية تاريخية أن التحالف منع فتح هذه الجبهات أو التقدم فيها. القرار لا يمتلك لا الرئيس ولا الشرعية ولا الحكومة ولا الجيش الوطني. من يمتلك فتح هذه الجبهات والتقدم هو التحالف، وهناك يعني محاولات لفتح هذه الجبهات إلا أن التحالف رفض، وللأسف الشديد قصفت بعض القوى ومنها كتائب عندما حاولت التقدم في هذه الجبهات. لذلك اليوم الجبهات وقفت نهائيا من قبل التحالف، وقف الإمداد يعني للضغط على الرئيس، للضغط على الحكومة لتمرير أشياء لا يمكن أن يتقبلها لا اليمن ولا اليمنيين. لماذا عندما أراد التحالف أن يعقد مجلس النواب في سيئون عقد، لماذا لم يريد التحالف أن ينهي هذه المعركة؟ لماذا لم يصر التحالف كما أصر على عقد مجلس النواب؟ لماذا لم يصر على عودة الرئيس؟ وهل هذه المسألة إرادة التحالف أم إرادة الشرعية سيد اليماني؟ إرادة التحالف هي التي تفرض على الشرعية اليوم. لو كان بيد الرئيس بيد الشرعية ما ظل الرئيس يوم واحد في الرياض، ولو كان في يد الرئيس في يد الحكومة ما ظلوا يوم واحد في يعني خارج بلدهم. من يريد أن يحكم بلده من خارج بلده؟ لكن القرار في يد التحالف. اليمن تقع تحت الوصاية الدولية، يجب أن نفهم جميعا أن اليمن تقع تحت الوصاية الدولية وتحت قوى التحالف. لو كان القرار بيد الرئيس سيد اليماني، لكن للتوضيح كل قرارات مجلس الأمن، يعني يجب هنا يعني أن أوضح للسادة المشاهدين أن كل قرارات مجلس الأمن تأتي بعبارة واضحة، مع احترام سيادة اليمن ووحدته واستقراره. هناك سيادة محترمة سيادة بوفق قرارات مجلس الأمن، لماذا لا يعني تأخذ هذه الشرعية هذه القرارات وتقوي بها نفسها أمام التحالف الذي تتهمه بعرقلتها؟ يا سيدي العزيز، أين هي السيادة الوطنية أمام مجلس الأمن وأمام التحالف؟ وموانئنا معطلة ومطاراتنا معطلة وجزرنا محتلة، أين هي السيادة الوطنية هذه الذي نتحدث عنها؟ لو كان القرار بيد الرئيس عبد الربه منصور هادي، نحن على ثقة أننا لن يبقى يوما واحدا في الرياض. لو أراد القرار بيد الرئيس وبيد الحكومة والله لن تبقى يوما. أنت تعرف أن الميليشيات هاجمت مقر رئاسة الوزراء في عدن بدعم إماراتي وطيران الإمارات، وهاجموا مقر الرئيس في معاشير. هنا نتحدث عن إرادة للدولة، إن هي الدولة وهذه الميليشيات مدعومة من الإمارات، مدعومة من السعودية، ولكن هناك تبادل أدوار. لماذا هجمت الحكومة في عدن؟ لماذا هجم مقر الرئيس؟
بدعم الإمارات وبدعم السعودية. طيب دعني أنقل هذه النقطة للسيد الصالح فيما يتعلق، يعني السيد الصالح أيضا المناطق التي الآن تمتد فيها التقدم الحوثي يمتد فيها، هذه المناطق بقيت تقاتل بجهود ذاتية لأربعة أعوام، كنا نتابع المقاومة والجيش الوطني فيها يقاتل بإمكانات بسيطة، لكن الآليات التي قدمها التحالف عندما تم تحرير عدن وبقية المناطق الجنوبية التي كانت محتلة من قبل ميليشيات الحوثي توقفت على الحدود الشطرية سابقا إن صح التعبير، هذا يعني أن السبب الحقيقي هو فقط غياب الدعم والإرادة فعليا من التحالف وليس من الحكومة الشرعية، وفي نهاية المطاف هذه المناطق أو المقاومة الشعبية والجيش الوطني لم يعد قادرا على المواجهة لأنه لا يمتلك إمكانيات الدولة التي منعها التحالف. سيدي دعنا نكون أكثر وضوحا، عندما يقول الأستاذ بأن الشرعية ليس بيدها شيء، ما هو دور الشرعية وما هي فائدة وجودها؟ دعنا نتكلم بوضوح، ما هو الدور الحقيقي المناط بهذه الشرعية؟ هل هو السكوت على الأقل أو البقاء في الرياض وخلاص توكيل الأمر للتحالف وانتهينا؟ نحن أمام مسؤولية قانونية ودستورية، نحن أمام التزام قانوني أيضا. ما الذي يمكن أن تفعله الشرعية يعني؟ إلى ما تشير بالضبط؟ ما الذي هي قادرة على فعله؟ أن تطلب من الإمارات الخروج مثلا أو السعودية؟ دعني أقول لك بوضوح، إن كانت هذه الشرعية لا ترتقي إلى تحمل المسؤولية المناطة بها دستوريا فعليها أن تقدم استقالتها وتترك الأرض، تترك القرار للشعب لاختيار من يمثله ومن يهتم في أمره، لأنه عندما تتسيد مكان سواء رئيس دولة أو رئيس حكومة أو مسؤول في وزارة الدفاع فأنت لم تتوظف لأنك ابن فلان أو علان، أنت توظفت بناء على عقد بينك وبين الشعب لإدارة مرحلة بناء على الدستور والقانون، فإذا لم تكن كفؤ لهذا القرار ولهذا المنصب وهذا الموقع لا تقول أنا عاجز اترك المكان وغادر وسيأتي غيرك، أما أن نقول أنا عاجز سأبقى في الرياض والجماعة يعني يعبثون في اليمن في الأرض هذا كلام ما هو صحيح. طيب وضحت هذه النقطة بالنسبة للشرعية، لا يوجد أنا. وضحت هذه النقطة بالنسبة للشرعية، أعطيني الآن الجواب لماذا الآليات العسكرية الدعم الذي كان والزخم الذي كان موجود عندما حررت المحافظات الجنوبية توقف عند الحدود التشطيرية سابقا، لماذا لم تدعم هذه الجبهات طوال 4 سنوات وهي التي كانت تقاتل بعتادها البسيط وإمكاناتها الذاتية؟ لا غير صحيح، التحالف دعم كل الجبهات على التساوي ودعم بإمكانيات كبيرة جدا، الفرق بين الجنوب وبين المناطق الشمالية بأن الجنوب لم تكن هناك حاضنة شعبية للحوثي، وبالتالي كل الشعب هب للقتال والوقوف في الجبهات وأخرجوه في فترات وجيزة. الأخوة أيضا في المناطق الشمالية يوجد هناك مقاومة حرة وشريفة ونزيهة، لكن للأسف أيضا وجود أيضا حاضنة شعبية من أبناء تلك المناطق للحوثي، وهذا ما جعل الحوثي ينتشر ويتمدد وحتى يتم اعتقال بعض رموز المقاومة بناء على خيانات داخلية. التحالف دعم كل الجبهات في التساوي، بل دعم بأكثر في جبهات الشمال أكثر مما حصل في الجنوب، سواء بالغطاء الجوي أو بالمال أو بالدعم اللوجستي وغيرها من أمور التي تفرضها المعركة، لكن الوضع في الجنوب مختلف عن الوضع في الشمال. الجنوب لديه قضية، الجنوب كان مهيئ لهذه الحرب نفسيا من قبل، لا توجد حاضنة شعبية، لم يستطيع أحد أن يرفع شعار الحوثي في أي منطقة جنوبية، وبالتالي لم يستطع الحوثي الاستمرار وحتى اليوم لم يستطع الأودن مرة أخرى. لكننا نرى اليوم في بعض المناطق للأسف الشديد المحادة للضالع مثل قعطبة مثلا أو دم أو الحشا أو العود، من يرفعون من أبناء تلك المناطق من يرفعون الصرخة عن قناعتهم وقبولهم بالحوثي وأحيانا النكاية في أطراف سياسية أخرى، لكن هذا الأمر لا يوجد في الجنوب. لكن مع ذلك دعني أقول أيضا بأن التحالف والشرعية عليهم مسؤولية أخرى، هذا الأمر لا يعني بأن يترك الحبل على الغارب في تلك المناطق، هذه مسؤوليات الشرعية بالدرجة الأولى ثم مع التحالف. أنا لا أحمل الشرعية وحدها فقط خطأ، لكن التحالف أيضا مسؤول بالدرجة الأولى، ولكن تقع مسؤوليته متى بوجه صحيح؟ عندما يخرج مسؤول رئيسي في الشرعية باسم الرئاسة أو باسم الحكومة ويتحدث بوضوح أمام العالم ليقول يا أيها الشعب الكريم نحن لدينا مشكلة مع التحالف، نحن لدينا مشكلة في مسار الفلاني سواء عسكري أو سياسي أو غيره، أما أن يصمتون وأولادهم يدرسون في مدارس العالمية وزوجاتهم سافرين في درجات الدرجة الأولى في طائرات الدرجة الأولى والشعب يعاني، إن هذا ليس حلاً وليس مقصود. هناك مسؤولية قانونية ومسؤولية دستورية وأيضا مسؤولية أخلاقية وتاريخية، يجب على الجميع أن يدرك أن هذه مرحلة صحيح بأنها ستؤدي لكنها ستبقى كإرث
وكعار على كل من قبل هذه المرحلة، والشعب يعاني اليوم في تعز. قل لي من يقتل في تعز؟ من يقتل من؟ هل هناك حوثي واحد يواجه بطلقات الرصاص؟ هل هناك حوثي واحد قتل في تعز؟ أبدا. هناك مواجهات بين أطراف تتبع الشرعية، يزعمون بأنهم يتبعون الشرعية والتحالف، والحوثي يتفرج يصورهم من الجبهات. هذا أمر غير مقبول يا سيدي، يجب علينا أن نكون أكثر وضوحا. ودعني أقول شيء مهم جدا، إن أردنا فعلا حل حقيقي يجب علينا العودة مرة أخرى إلى مسار السياسة خلال خلق توافق بين القوى، إذ لا تستطيع الشرعية العودة مرة أخرى للجنوب دون وفاق السياسة، لأنه في الجنوب هناك رفض، ولا يستطيع القوى الشمالية العودة مرة أخرى للجنوب دون وفاق سياسي. لا يمكن أن يحكم الجنوب بأدوات تقليدية بالية سابقة وهي مرفوضة في الجنوب. الجنوب يجب أن يكون جزء من المرحلة، سواء في الحكومة أو في الرئاسة، وجزء من القرار. أما أن يأتون فنادق الرياض ليحكمونا مرة أخرى، هذا أمر نحن تجاوزناه ولن نسمح به أبدا بعد اليوم. ولا يمكن أن يقبل به عاقل يقول لك عودوا الرئيس والحكومة ليحكموا من عدن وأنتم منفيون من الشراكة السياسية ومن موقعكم السياسي، هذا أمر لا يصدق عاقل أبدا. سيد اليماني، يعني كيف يمكن أن يطالب الجنوبيون الذين هم في نهاية المطاف قاتلوا الحوثيين وأخرجوهم من مناطقهم؟ يعني مهما كان ليس هناك حوثيين في مناطق تواجد أو مناطق نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي فرضا، كيف يمكن اتهامهم الآن بالتخاذل؟ كيف يمكن التفكير، مجرد التفكير حتى، بأنهم قد يسمحون للحوثيين أو يقبلون حتى لو كانت هناك إرادة من الإمارات أن يتواجد الحوثيين أو أن يمنع الرئيس هادي من العودة؟ كيف يمكن أن يعقل أن يقبل المجلس الانتقالي بتواجد الحوثيين في هذه المناطق وهم الذين قاتلوهم وأخرجوهم منها؟ دعني أوضح لك ووضح للأخ العزيز أحمد الصالح ووضح للمشاهد الكريم. المجلس الانتقالي ليس هو من قاتل الحوثيين عندما دخلوا عدن. عندما دخل الحوثي من الضالع، أول من طرق له الطريق عيدروس الزبيدي وهو جالس في الضالع. من قاتل الحوثي في عدن هو نايف البكري وأحمد الشهيد اليافعي، ومن قاتل هم أئمة القوامع عندما كانوا ينادوا في القوامع، ومن قاتل الحوثي هم اليوم داخل السجون السرية للإمارات. أبناء المحافظات الجنوبية قاتلوا باستبسال، وهناك من استشهد وهناك من قدموا تضحيات، وجاء المجلس الانتقالي ليركب الموجة بدعم من الإمارات. المجلس الانتقالي لا يمثل الجنوب، نحن كلنا أبناء الجنوب، والمجلس الانتقالي لا يمثل إلا ارتزاقه للإمارات. أما أبناء المحافظات الجنوبية رفضوا الحوثي وما زالوا يرفضوا الحوثي، وأنا هنا أؤكد أن أبناء شبوة على وجه الخصوص هم من قاتلوا وقدموا 1000 شهيد في شبوة لمواجهة الحوثي صحيح، أما في عدن من قاتلوا ونصفهم في السجون السرية ونصف الآخر قتلوا والنصف الآخر استشهدوا. أما من يدعي اليوم أن المجلس الانتقالي هو ليس وسيلة على الجنوب، قاتلوا أبناء أبين وقاتلوا أبناء لحج وقاتلوا أبناء شبوة، ولم يأتي المجلس الانتقالي ليركب الموجة، ولا يحق للمجلس الانتقالي أن يتحدث باسم أبناء المحافظات الجنوبية. الرئيس هادي ابن الجنوب، وأحمد الميسري ابن الجنوب، وقيادات طويلة عريضة من سفراء ووزراء من أبناء المحافظات الجنوبية. من اللي أعطى المجلس الانتقالي؟ هل ذهب إلى انتخابات حتى يتحدث بأسماءنا نحن أبناء المحافظات؟ لكن في هذا السياق كيف يمكن أن يقبل هؤلاء الآن الذين لهم النفوذ، يعني كيف يمكن أن يقبلوا بتواجد الحوثيين وقدومهم وتهديدهم لمناطقهم أو مناطق نفوذهم الآن؟ يا سيدي العزيز، هؤلاء مأمورين من دولة الإمارات، إذا قالت لهم الإمارات رغدوا رغدوا، إذا قالت لهم صحوا صحوا. الإمارات هي من تدعم الحوثي وهي من تدعم هذه الأطراف. الإمارات لا تريد لنا إلا أن تنتهي، لا تريد للحرب هذه أن تنتهي، ولا تريد أن تعيد الدولة في اليمن، ولا تريد للدولة أن تعود، ولا تريد للدولة أن تمارس مهامها من المحافظات المحررة. وبالتالي هذه السيناريو الموجود الآن سواء في الضالع أو في تعز هي تدير الإمارات ويدار من جنوب لبنان. أنت تدرك أن غالبية أعضاء المجلس الانتقالي وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي خريجين لبنان وتدربوا في لبنان تحت رعاية حزب الله، وما يجمعهم هم مصالح مع عبد الملك الحوثي وميليشيات الحوثي. لذلك هناك إرباك للمشهد، هناك إرباك للرئيس، إرباك للشرعية، يريدوا إسقاط الشرعية كما حاولوا إسقاطها عسكريا، اليوم يريدوا إسقاطها شعبيا، ويريدوا إسقاط الرئيس وإسقاط الدولة برعاية إماراتية. هل يستطيع الحوثي أن يدخل إلى الضالع إذا أرادت الإمارات لا تمنع والتحالف؟ لا يستطيع.
لكن هناك ربما هناك صفقة، هناك صفقة تدور خلف الكواليس لإسقاط الرئيس، لإسقاط الشرعية من خلال إسقاط هذه المحافظات، من خلال إسقاط هذه المواقع. الإمارات تسعى إلى السيطرة على باب المندب، السيطرة على محافظة شبوة، السيطرة على حضرموت، السيطرة على كل الشريط الساحلي، ولتظل لحج وتظل أبيان وتظل هذه المحافظات في حرب إن شاء الله 100 سنة لا تهم الإمارات. لذلك نقول أن هذه المسؤولية تقع على التحالف. صحيح الشرعية تتحمل المسؤولية، ولكن المسؤولية اليوم تقع على عاتق المملكة العربية السعودية الذي لا تريد للحرب هذه أن تنتهي. إذا أرادوا للدولة أن تعود يجب أن يعود الرئيس، يجب أن يعود الحكومة، وأن يمارسوا مهامهم المحافظات المحررة. أنا أكدت عليك مرارا، لماذا منع مجلس النواب من العودة؟ لماذا هجمت من قبل ميليشيات الإمارات مقرات الرئيس ومقرات رئيس الحكومة بن دغر؟ وناتي نتحدث أن نحمل الرئيس المسؤولية. كيف يتحمل المسؤولية هو لا يستطيع يحمي نفسه ويحمي معسكراته ويحمي رئاسة الحكومة؟ كيف؟ طيب وضحت هذه النقاط، لكن يعني في هذا السياق، نعم في هذا السياق سيد الصالح، نقاط كثيرة طرحها السيد اليماني في هذا السياق. مسألة أن المجلس الانتقالي لم يكن هو الذي رد الحوثيين إلى خارج مناطق، إلى الخارج، إلى وأعادهم إلى ما بعد المناطق الشمالية. كذلك هناك مسألة أن في نهاية المطاف هذه القوات التي تدعم من الإمارات هي تتحرك أيضا بإرادة الإمارات، وإذا أرادت الإمارات ألا تتحرك، وهناك شواهد لمطامع إماراتية في السواحل، يعني هناك حقائق كثيرة تؤكد هذا الأمر. إذا أرادت ألا يتحركوا فلن يتحركوا حتى لو دخل الحوثيين. يا سيدي العزيز، نحن لا نريد أن نغالط التاريخ ونحن نعيش، نحن لم نتحدث عن شيء عشناه. الحرب عندما بدأت لم يكن هناك المجلس الانتقالي، لكن قيادات المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وكثير من القيادات كانوا في رؤوس الجبهات يقاتلون، وكانت لهم بصمات واضحة في صد الحوثي، ولا يستطيع إنكار ذلك إلا حاقد، يعني هذا أمر واضح تماما. عيدروس الزبيدي لم يدخل عدن لأنه كان يقاتل الحوثي في الضالع، ولم يخرج من الضالع إلا عندما تم تحريرها وتحررت الضالع كأول مدينة جنوبية يتم تحريرها من الحوثي، وعلى رأس هذه الجبهة كان عيدروس الزبيدي وشلال علي شايع وكثير من القادة الذين اليوم في المجلس الانتقالي وغير المجلس الانتقالي. هناك قادة أيضا في المقاومة لا يتبعوا المجلس الانتقالي كانوا موجودين على رأس تلك الجبهات، ولا ننكر وجود كافة أبناء الجنوب في هذه الجبهات من أئمة مساجد وقوى سياسية وشخصيات قبلية، وهذا مستفخر لنا كلنا لأن أبناء الجنوب قاتلوا. بالنسبة لأمر أن الإمارات هي صاحبة القرار، هل الإمارات لا يوجد لها نفوذ في المناطق الشمالية؟ لماذا بما أنها نفوذ في المناطق الشمالية لا تحرر تلك المناطق؟ هذا أمر غير صحيح. ومن ناحية الأطماع عندما نتحدث يا سيدي العزيز، نحن شعب حر لا نقبل الوصاية أو التبعية، نحن نقبل الشراكة والاحترام. نحن لا ننكر بأن الإمارات دولة ذات سيادة وهي موجودة. نحن بالمناسبة في الجنوب لم نستدعي أحد من التحالف، لا السعودية ولا الإمارات. من استدعاهم هو الرئيس هادي، نحن تعاملنا مع من استدعاهم الرئيس هادي بناء على تفويضه الدستوري لهم وتصديق مجلس الأمن عبر قرار 22/16. وهل ترفضون، يعني لأن حتى أفهم، هل ترفضون أيضا مسألة دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي وللقوات الموالية له؟ على الإطلاق نحن نرفض أي قوة معادية للمنطقة. بما أن التحالف موجود في اليمن بناء على دعوة رسمية على الحكومة الشرعية، هذا غطاء قانوني ودستوري، وبالتالي اعتني بأي نص يمنع تعامل أي طرف موجود. يعني أنتم لم تطلبوا التحالف لكن ترحبون بأي دعم يأتي منه مباشرة إلى المجلس الانتقالي دون الـ 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 الأطر بداخل المؤسسات الشرعية؟ لأنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنع ذلك. التحالف استدعاه الرئيس هادي، وبالتالي نحن كنا نعمل نحن والتحالف في خط واحد ضد هذه الميليشيات، ولا زلنا، الحرب لم تنتهي. وبالتالي عندما يشرع القانون أو الدستور أو تصدر الحكومة قرار يمنع التعامل مع أي طرف من أطراف التحالف سيكون لكل حد حديث. أما اليوم هم يتعاملون مع التحالف في الرياض ويركبون الطائرات على حساب التحالف ويدرسون أبنائهم على حساب التحالف، وعندما يأتي الأمر لأبناء الجنوب والمجلس الانتقالي قالوا لا هذا حرام لا يجوز، هذه ازدواجية التعامل ولا نقبل بها أبدا. سيد اليماني ما رأيك؟ يا سيدي العزيز، أنت تعرف وكلنا يعرف وكل أبناء الشعب اليمني يعرف أن عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك أعطاهم الرئيس هادي الثقة ومنحهم الثقة وعينهم واحدا محافظ والآخر
وزير الدولة، وبعد أن قدروا بالرئيس وذهبوا للارتزاق مع الإمارات أقالهم الرئيس وعملوا ضد الرئيس وعملوا ضد توجه الحكومة. يعني هل المشكلة هي الإمارات فقط ليست مشكلة؟ يعني أن توافق على ما قاله السيد صالح فيما يتعلق بأن الدعم يصل من السعودية ليست مشكلة، لكن لا دعم لا من لا الإمارات لا أتفق هو المشكلة فقط؟ لا أتفق مع ما قاله، لا أتفق معه جملة وتفصيلة. ما قال غير منطقي. الإمارات كلنا نعرف اليوم من الذي عطل الإمارات، من الذي عطل مطاراتنا اليمنية، من الذي يحتل موانئنا أليس الإمارات، من الذي يحتل جزرنا أليس الإمارات، من الذي عطل عمل الحكومة والرئيس أليس الإمارات. لماذا لا نكون واضحين؟ الإمارات تدعم ملشنا في ضد الدولة، الإمارات تدعم ميليشيات ضد الرئيس وضد الحكومة وضد الجيش الوطني. الإمارات لا تريد لنا حلا ولا تريد عودة للسيادة الوطنية ولا تريد عودة للرئيس ولا تريد عودة أساسا للحكومة اليمنية. الإمارات تعبث ببلدنا ولا تريد للحرب هذه أن تنتهي. يجب علينا كيمنيين. طيب أين السعودية من كل ذلك سيد اليماني؟ يعني في سياق الحديث عن دور الإمارات الذي يبدو وكأنه دور الكامل الشر فقط في اليمن، وكأن السعودية تريد كل الخير لليمن واليمنيين، وكأن إذا ما قلنا أن هناك جبهات تدعم من الإمارات فكأن الجبهات التي تدعم من السعودية تخوض معارك وتقاتل. اسمعني، لا أنا أتحدث في المحافظات المحررة تقع تحت سيطرة الإمارات. هناك تبادل أدوار بين السعودية والإمارات، السعودية تظهر بالوجه الحسن والإمارات بالوجه القبيح. هذه تبادل أدوار فيما بينهم. من يقول غير ذلك هذا شخص يعني غبي. لا يوجد أي اختلاف بين الإمارات والسعودية، هم متفقين علينا، متفقين على اليمن. لماذا عندما أرادت السعودية عودة مجلس النواب ليعقد عادة السعودية رغما عن أنف الإمارات؟ لماذا؟ إلا لأنهم متفقين، لا يريدون الحرب هذه أن تنتهي، ولا يريدون الشرعية أن تعود، ولا يريد دولة أساسا، لا يريد دولة. ما الذي يريدون طيب من الحوثيين؟ هل يريدون أن يدخل الحوثيين إلى المناطق الجنوبية؟ لا يريدون الحوثي، لا اسمح لي، من يقول لك أن يريد الحوثي أن يعود إلى المحافظات الجنوبية هذا كلام غير منطق. هذه كلها مجرد مناوشات، وربما هناك صفقة خلف الكواليس تدور ضد الرئيس وضد الحكومة الشرعية لإثبات فشلها أمام الشعب اليمني. ما هي هذه الطبخة سيد اليماني؟ هل تشير إلى الانفصال مثلا، إلى وجود قوات جنوبية فقط في الجنوب وقوات شمالية يحكمها الحوثيين، في يعني مناطق شمالية يحكمها الحوثيون ومناطق أخرى جنوبية يحكمها المجلس الانتقالي؟ ما هي الصفقة هذه؟ الصفقة هذه أنا يجب أن نكون واضحين مع المشاهد الكريم ومع كل أبناء شعبنا. ما يدور برعاية إماراتية أن بعض المحافظات طوال تحت سيطرة الإمارات، يعني ربما المجلس الانتقالي تريد لهم مرتزقة الإمارات، تريد لهم الإمارات أن يحكموا مناطق محددة فقط، ولكن بقية المحافظات لا يمكن أن تسمح لهم، لا الإمارات ولا السعودية، كالمهرة وكحضرموت وكباب المندب وسقطرة. هذه المحافظات تعتبر لا يمكن أن تسمح بها الإمارات السيطرة عليها، لا من المجلس الانتقالي ولا للشرعية ولا لأحد. الإمارات لا تريد لا شمال ولا جنوب، والسعودية يريد يمن مخلخل، لا يريد يمن موحد، لا يريد دولة. طيب سيد الصالح، سمعت ما قاله السيد اليماني، لا تريد الإمارات ولا السعودية، التحالف كله لا يريد لليمن أن يكون إلا بحالة حرب، وأنت الآن تحدثت عن أن عيدروس الزبيدي كان في مناطق القتال في الضالع، الآن الحوثيون يعودون إلى مناطق الضالع يهددون أبين أيضا، هل سنرى تحركا جديا من قبل القوات المحسوبة في نهاية المطاف على المجلس الانتقالي لمواجهة هذا الخطر، دعم هذه الجبهات التي تقاتل الحوثيين؟ هل سيعود عيدروس الزبيدي إلى الجبهات؟ بكل تأكيد عيدروس الزبيدي وكل أبناء الجنوب لن يترددوا لحظة واحدة، من المهرة إلى باب المندب سيكونون في الخطوط الأولى كما كانوا. لكن دعني أقول لك شيء، عندما نتحدث نقول بأن الإمارات والسعودية لا تريد الخير في بلادنا أو لليمن أو للشمال أو للجنوب، دعني أقول لك ماذا فعل أبناء اليمن لليمن؟ اترك الآخرين، هؤلاء يعتبرون أجانب أمام اليمن. ماذا فعل أبناء اليمن؟ ماذا فعلت القوى السياسية؟ ماذا فعلت القوى القبلية؟ ماذا فعلت القوى التي هي ضمن منظومة الدولة سواء في الرئاسة أو في الحكومة؟ يجب علينا أن نرمي الأخطاء للآخرين. إذا كان الآخرين يبحثون عن مصالحهم، يجب على أبناء البلد أن يبحثون عن مصالحهم من باب أولى. سيد صالح، لكن كل هؤلاء الشهداء والتضحيات التي قدمت ألا يعني ألا تمثل شيئا على مدى السنوات الماضية كلها في مواجهة ميليشيا الحوثي؟
بلى تمثل الأمر الكبير، ولكن الأعمال بخواتيمها. يعني أحيانا أنت تقاتل ل5 أو 10 سنوات ثم توقع ورقة على إنهاء كل ما حصل وتتصالح مع خصمك وتسقط كل تلك التضحيات. وبالتالي عندما نقول بأنه كل الأمر مربوط بالتحالف، ما هو دور اليمنيين؟ ما هو دور السياسيين؟ ما هو دور الرئيس؟ يجب، لا نقول عاجز ولا نقول مربط ولا نقول لا أحد يريده، يجب أن يكون هناك دور. إن لم يكن دور بالفعل يجب أن يكون دور حتى بالخطاب والكلام أمام الناس. لا يمكن يا سيدي بأن نرمي الأخطاء كلها في وجه التحالف ثم نقول والله لا يريد لنا. هؤلاء ليسوا موظفين معنا ولسنا نحن أبنائهم، هم أتوا ليعاونونا وأيضا لهم مصالح ولهم قراءاتهم المختلفة. لكن ما هو دور القوى اليمنية؟ هل القوى اليمنية انفتحت على بعضها البعض وتفهمت لمخرجات الحرب وقالت سنتشارك في الدولة وسنعمل على مرحلة أخرى؟ لا. هل قبلت الرئاسة بأبناء الجنوب بأن يكونوا جزء من المنظومة حتى نقضي على الحوثي ثم ندخل في حوار سياسي؟ لا. هل قبل حزب الإصلاح بأن يكون أبناء الجنوب جزء من الدولة؟ لا، لم يقبلون. ثم يقول لك الموضوع أنه هناك من يقبل بالانفصال أو التقسيم. نحن في الجنوب لدينا مشروع سياسي واضح لن نتراجع عنه أبدا، لكننا أيضا نقرأ الأحداث السياسية والمعطيات ونتعاطى معها بواقعية. نحن نستطيع أن نعلن الدولة اليوم لكننا نعرف تبعات ذلك، وبالتالي نحن نبحث عن شراكة سياسية حقيقية يمثل فيها أبناء الجنوب حتى يتم القضاء على المشروع الحوثي امتثالا لتدخل التحالف، ثم بعد ذلك ندخل في حوار سياسي نبحث من خلاله آليات استعادة دولتنا وما هي الطرق الصحيحة حتى تكون هناك دولتين متجاورتين آمنتين. نحن ليس من مصلحتنا أن يبقى الشمال أيضا في حرب لا متناهية، ليس من مصلحتنا أن الشمال يكون دولة فاشلة. نحن إخوة ودول جوار ومصلحتنا نحن مكملين لبعضنا البعض. لا نستطيع أن نكون مستقرين في الجنوب إلا إذا استقر الشمال والعكس صحيح. في نهاية المطاف أسألك سيد اليماني، في نهاية المطاف الجميع يعني من سيخسر في حال استمرت هذه التقدمات لميليشيا الحوثي كما يقول كثيرين هم اليمنيون أنفسهم، التحالف إذا كان يريد المنطقة أو اليمن كما تقول مهتزا وفي حرب فهذا شأن التحالف، لكن من استفتى على الرئيس هادي في فبراير 2012 هم اليمنيون، اليمنيون لم يستفتوا التحالف ولم يطلبوا من التحالف أن يأتي، إذن المسؤولية بيد هادي وطاقمه والأحزاب السياسية التي تؤيده. إلى أي مدى هذه التطورات العسكرية التي حدثت في هذه المناطق في الضالع والبيضاء ستعمل صحوة للرئيس هادي ومن بعدها سيكون هناك عمل حقيقي على الأرض؟ يا سيدي العزيز دعني أطمئنك أنا وأطمئن كل المشاهدين الكرام أن المسرحية التي موجودة في الضالع هي لتلميع هاني بن بريك وتلميع المجلس الانتقالي وتلميع عيدروس الزبيدي لإعادة إنتاجهم بعد أن فشلوا بعد أن تعروا أمام المحافظات الجنوبية أمام أبناء المحافظات الجنوبية بعد أن فشلوا في كل شيء بعد أن فشلوا في إدارة المحافظات المحررة. هذا السيناريو التي رسمتها الإمارات أن يدخل الحوثي إلى الضالع، أنا بالشرك الحوثي سيطلع من الضالع ولكن بإظهار عيدروس الزبيدي أنه البطل وهاني بن بريك البطل وان المجلس الانتقالي البطل ليتم اعاده طيب انتاجه. هذا الامر هذا الكلام واضح منك سيد اليماني، لكن ما هي رده فعل الرئاسه؟ ما هي رده فعل الشرعيه على كل هذه المؤامرات التي تحدث؟ الرئيس والشرعيه والحكومه ليس انا فقط، كل ابناء اليمن ينظرون اليهم انهم المخرج الوحيد للجمهوريه اليمنيه، المخرج الوحيد لايقاف هذه الحرب. الشعب اليمني شعب سواء في المحافظات الشماليه او في المحافظات الجنوبيه. أما من يتحدثون عن مشاريع صغيرة ومشاريع فتات اسم انفصال واسم اليمن، سيظل اليمن موحد بكل أبناء شرفاء سواء من المحافظات الشمالية أو المحافظات الجنوبية. الرئيس هادي نحن على ثقة تامة أنه سيتحرك ولن يقف مكتوف الأيدي ولن ينتظر حتى تسقط هذه المحافظات ولن يسمح لا الميليشيات الإمارات أو غيرها أن تتمدد في أي محافظات محررة. الرئيس هادي نحن ثقة على ثقة أن سيعلن موقفه الواضح تجاه ما تمارسه الإمارات من عبث بأراضينا، من عبث مع الشرعية، من عبث مع الرئيس. كل ما مارسته الإمارات خلال 4 سنوات فوق كل الثقة. أن بنداء واحد من الرئيس سيخرج الشعب اليمني عن بكرة أبيه لدحر الإمارات ومشاريعها في اليمن. ستبقى اليمن وستسقط كل المشاريع وسيظل اليمن بإذن الله وبكل أبناء الشرفاء موحد من شماله من صعده إلى المهرة. شكرا لك القيادي السابق في حزب المؤتمر ياسر اليماني، كنت معنا عبر الهاتف من لوزان، وكذا الناشط السياسي السيد أحمد الصالح كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن
المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.